السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهيئة الملكية للجبال وينبع تعلن عن توفر أكثر من 70 وظيفة لحاملة الدبلوم فعلا بعدة مدن في المملكة العربية السعودية. دي الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة الملكية للجبال وينبع. نشوف تفاصيل الخبر. بتعلن الهيئة الملكية للجبال وينبع عبر حسابها الرسمي على مواقع التوظيف عن توفر عدة وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في ينبع جازان رأس الخير الجبيل بمختلف المجالات رجال ونساء. التخصصات المطلوبة: الإدارية والمالية، الهندسية والفنية، الأمن والسلامة، تقنية المعلومات، التعليمية. المؤهلات المطلوبة: الدبلوم البكالوريوس أعلى. المميزات: راتب شهري تنافسي، بدل نقل، بدل سكن، بدل تعليم الأبناء، الرعاية الطبية للموظف وعائلته، برنامج تدريب وتطوير للموظف، مزايا وتعويضات تنافسية. دي تفاصيل الإعلان. الهيئة الملكية للجبيل وينبع. تعلن الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فتح باب التقديم لشغل وظائف في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء لحملة الدبلوم البكالوريوس فعلى. في بعض الوظائف لا تشترط الخبرة: الوظائف الإدارية والمالية، الهندسية والفنية، الأمن والسلامة، تقنية المعلومات، التعليمية. المميزات: راتب شهري تنافسي، بدل نقل، بدل سكن، بدل تعليم للأبناء، الرعاية الطبية للموظف وعائلته، مزايا وتعويضات تنافسية، برنامج تدريب وتطوير للموظف. هذه هي الوظائف المتاحة. يمكنك التنقل بين الصفحات لاختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاتك. أكثر من 15 صفحة هنا تنتقل بينها لاختيار الوظيفة المناسبة للمؤهلات الحاصل عليها وشهادة الخبرات. مثلا لو اخترنا هذه الوظيفة نجد هنا التفاصيل الخاصة بالوظيفة. المهام: هذه الوظيفة تطلع عليها جيدا. المهارات: المؤهلات المطلوبة ونوع العمل وغيرها من التفاصيل الخاصة بالوظيفة، مكان الوظيفة والقطاع إن كان حكومي أو لا. هنا حكومي. الدوام: دوام كامل. سنة الخبرة المطلوبة وغيرها من التفاصيل الخاصة بالوظيفة. هنا تستطيع التقديم. تقدم الآن. ننتظر حتى تفتح الصفحة الخاصة بالتقديم لهذه الوظيفة. هنا إذا كان لديك حساب في الهيئة الملكية للجبيل وينبع تقوم بكتابة البريد الإلكتروني كلمة المرور. إذا نسيت كلمة المرور اضغط هنا. ليس لديك حساب وأنت مستخدم جديد تريد إنشاء حساب، اضغط على إنشاء حساب. هنا تقوم بكتابة الاسم بالإنجليزية، اسم العائلة بالإنجليزية إذا أردت هنا تحميل السيرة الذاتية. البريد الإلكتروني، كلمة السر، تاريخ الميلاد، اليوم والشهر والسنة. هل أنت موظف لدى الهيئة الملكية؟ نعم أم لا. هل سمعت أو كيف سمعت عن الهيئة الملكية؟ تختار من هنا ثم أوفق على الشروط وتقوم بإنشاء حساب. بعد أن تقوم بإنشاء حساب تبدأ في التقديم على الوظيفة المناسبة للمؤهلات الخاصة بك. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.